ما هو القول الراجح في مسألة رضاع الكبير إذا احتج إليه؟ هل يعتد به أم لا؟ كأنكم تعلقين برضاع الكبير هذا. نحن بينا هذا كم مرة، قلنا لا ما يجوز هذا ولا يثبت التحريم. هذا أجمع العلماء على أنه ما يثبت التحريم. والذي حصل لسالم مولى أبي حذيفة قضية عين لا عموم لها، بدليل أن الصحابة لم يعملوا بها، إنما عمل بها عدد قليل كعائشة، وهذا قول شاذ لا يخالف الإجماع أو لا يؤثر على الإجماع، فلا يجوز هذا. نعم.